فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن الترجيع سنة مهجورة وينبغي إحياؤها؟ لا، ما هي مهجورة، يعني هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هجرها بلال. ما هذا الكلام؟ كلام ما هو طيب. ما هي مهجورة السنة، عدم الترجيع، وهذا خاص بأبي محذورة رضي الله عنه، لأن الرسول أقره على ذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.